أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لما خص الناظم رحمه الله إكرام الخبز دون غيره من الأطعمة؟ مثال، ذكر الخبز من باب المثال، ولا كل الأطعمة مثله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل: ولأن الخبز هو الأكثر بأيدي الناس، الخبز هو أكثر أيدي ما بأيدي الناس، وينقل الخبز، ينقل بخلاف الطعام المطبوخ، هذا ما قل نقله وتداوله وبيعه، إنما الذي يباع ويتداول ويحمل الخبز. نعم.